نفسك تقلق تتوتر، ركز على نفسك تتعلم ويزيد النور جواك أكتر. الصعب أكيد جواه حكمة، الركع عليك ازاي شايف؟ اتجرأ واغلط وتعلم، العيب انك تفضل خايف. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم فكر صح. وعلشان نتعلم صح يعني لازم يكون معانا أساتذة وعلماء صح، وعشان نفكر صح لازم نتعلم صح. فاحنا برنامجنا أساسا قايم على التربية والتعليم والإعلام، هنا يعني البرنامج هدفه الإعلام التربوي. المعلم دايما هيفضل هو الرسول، المعلم هو صانع الضابط والمهندس، هو صانع الأجيال. فإحنا لما يكون عندنا معلمين لازم نقف لهم احتراما، لأن المعلم يعني هو يعني أساس بناء أي مجتمع. وبعدين إحنا كمان يعني في ذكرى الإسراء والمعراج، كل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم صل وسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد. بنهنئ الأمة العربية والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج. وطبعا يعني يسعدني ويشرفني اليوم يكون معايا خير المعلمين. أحب أرحب بضيوفي الكرام، عنوانهم الرقي والأخلاق، عنوانهم التواضع، المبدعين، أفضل معلمين مؤثرين لعام 2023 لعام 2024. وإحنا النهاردة بنستضيفهم علشان نكرمهم على الهواء مباشرة، لأنهم بيبذلوا مجهود كبير جدا ونموذج للشباب فعلا اللي عنده طموح والشباب المكافح. أحب أرحب بضيوفي أستاذ محمد مختار، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. صاحب أكاديمية المختار، شرفتني ونورتني وزدتني شرف. فورس ضيفي الجميل القيصر، اهلا بيك. استاذ خالد دياب، اهلا بيك، نورتوني وشرفتوني. ده بنورك. يعني ده انا فخوره اني قاعده وسط علماء. المعلم دايما هو يعني المكانه بتاعته كبيره جدا. فاحنا النهارده معاكم هناخدكم في رحله المعلمين الاكاديميه، والجزء الثاني الرحله الانسانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. كلمنا بقى عن المختار. والله هو المختار مؤسسة كاملة، يعني أنا ما بنسيبش أي حاجة ليا. إحنا فريق عمل متكامل، أستاذة جواهر، أستاذة سلمى، أستاذ عبد المجيد، كل واحد فينا حريص إن يكون في أريحية للطالب، مش بس في حتة التعليم بس، لا يعني في المكان كمان اللي هو دخله، في التعامل معاه، بنريحه بحيث ان احنا نوفر له افضل طرق النجاح. لا احنا لسه الجزء ده هناخده في الرحله معانا في الحلقه، ولكن انا عايزه اعرف يعني بدايه الاستاذ محمد. اول حاجه، ايه اللي خلاك تخش مهنه التدريس وهي اساسا مهنه شاقه؟ وبعدين احنا النهارده حضرتك عندك مؤسسه كبيره، اذا انا قدام مني نموذج بنقول لكل شاب دلوقتي لو انت عندك طموح النماذج هتقول لنا احنا كنا فين وهنبقى فين وهنعمل ايه. فالاول كلمني عن انت بدايتك، ازاي دخلت الاول المهنه وليه مهنه المعلم ومهنه شاقه مش سهله؟ اتفضل. والله هو يعني الموضوع ان التعليم رساله، فلازم يكون قدامك هدف في الحياه انت عايز تحققه. شرف طبعا لاي حد ان هو يكون بيوصل الطالب للي هو عايزه، نشوف نماذج مشرفه. وزي ما حضرتك قدمتي، يعني المعلم هو اللي بيطلع المهندس، بيطلع الدكتور، بيطلع الضابط، بيطلع كله. التعليم هو الاساس، فيعني دي كانت الرساله الاساسيه للتعليم من قديم الازل. كان عندك حب ان انت تدخل اساسا طبعًا. مع ان الناس يعني لا بالعكس، يعني بالعكس هقف والطلبه بقى هتقعد، انت عارف اللي بيعملوه. لسه هنشوف الكلام ده دلوقتي. لا هو زي ما قلت لك، يعني المعلم هو قدوه للطالب، هو قدوه للمكانه اللي بيطلع منها النشء، فهو اللي بيقدم كل حاجه. يعني
استاذي الجميل استاذ خالد القيصر، يعني نفهم ازاي حضرتك دخلت مهنة التربية والتعليم، وايه الحب اللي خلاك تكون مدرس؟ اشمعنى المدرس؟ يعني المدرس انا شايف ان هو رسالة، يقدم رسالة مهمة جدا. الرسالة بتاعت المدرس انت بتقدر تتنازل عن حاجات كتير جدا ليك، تتنازل عن ان انت صحتك، تتنازل عن وقت، تتنازل عن كل حاجة في سبيل ان انت تشوف طالب بيكون نموذج للمجتمع، نموذج مشرف. نجاحك في نجاح الطالب دوت ان انت تشوفه بعد كده شيء مهم في المجتمع، سواء كان زي ما قال مستر محمد كده، قال مثلا مهندس، دكتور، بتستفيد منه لاحقا، انت بتبقى فخور ان انت ان دوت كان طالب عندي في يوم ما. يعني انت لما تخرجت من الثانويه العامه جينا ندخل كليه عشان هنطلع مدرس، دي كانت الطموح عندك ولا انت دخلت المهنه؟ لا، كان ده الطموح بتاعي من الاول. يعني من اول التعليم، من البدايه خالص، من اول ما دخلت التعليم وكده، انا شايف ان المدرس ده ليه قامه معينه، ان هو انا نفسي اكون زي القامه دي. وفعلا الحمد لله اشتغلت على نفسي كتير جدا ان انا اقدر اوصل للنقطه ديت في الاخر. استاذ الدراسات التخصص صعب جدا. في طلبه كتير في الوقت دوت ان هي مش بتحب الدراسات. بيبص للدراسات ان هي ماده انا لازم احفظ، لازم ان انا اقعد ارص كلام. احنا مش بنعتمد على النقطه دي، انا بعتمد على النقطه ان انت لازم تكون بتفهم الاول. طبعا دوت بالنسبه للنظام الجديد اللي الوزاره عاملاه، ان هو مش بيعتمد على قصه الحفظ، لا انا لازم اكون بفهم. الجغرافيا بالطبيعي ان هو يكون الطالب بيتضايق منها. فانا بوصل الطالب ان هو لما اقول له على القاره او الخريطه، هو بيشوف الخريطه دي مرسومه قدامه، مش قصه ان انا لازم احفظها. اللي هو يعني طريقه الحفظ، لا، هو بيشوف الخريطه قدامه كانها مرسومه على الهواء، وبيبدا ان هو يحدد الدنيا ماشيه ازاي معاه. بالنسبه للاحداث التاريخيه، طبعا في كتاب الوزاره ان هو بيقول لي ان الارقام ليست هدف للاستدلال والاستنتاج، هي يعني او هدف في الورقه الامتحانيه هي الاستدلال والاستنتاج. فبالتالي احنا بنعتمد على الحدث نفسه، بنشوف تسلسل الاحداث ونبدا ان احنا نمشي عليه. طبعا مع الخبره الطويله للتعليم بقى بتقدر تعرف السؤال المباشر والسؤال الغير مباشر. دوت بنقدر نوصله للطالب بحيث ان هو الحمد لله بيقدر يوصل في الامتحان لدرجات كويسه. انت عايز تفهمي ان الماده حضرتك بتتعامل معاها لان هي فهم؟ طبعا ماده فهم، هي ماده دي يعني فيها جزء حفظ بس، هم بيكملوا من بعض. صعوبات التعلم يعني في المناهج دي بالنسبه لفئات كبيره صعبه جدا. حضرتك بتتعامل ازاي مع الماده دي، ومع الطلبه ازاي تتقبل الماده دي؟ ده برضو امر مش سهل، فنحب نسمع من حضرتك. هو قصه ان الطالب يعني بيتقبل ازاي الموضوع بتاع الدراسات ان هي ماده حفظ، في الاول انا بكسر الحاجز بيني وبين الطالب. لازم الطالب يحس مثلا ان انت اخوك الكبير معاك، اللي هو لا انا مش قصه المدرس، طبعا مع فرق الاحترام اكيد ده بديهي، بس لازم الطالب بيحس ان انت اخوه، انت بتتعامل معاه دايما انا عايز مصلحتك. ممكن اشد معاك شويه واقسى شويه في الامتحانات زي ما بيحصل. التربيه اللي انت بتتابعها مع الولد طبعا، بس في الاخر هو او التربيه بيحبك ويخاف منك ويقدرك وكل حاجه، بس لازم بيحبك. فهو ببدا بوصل مع الطالب لمرحله ان هو بيذاكر عشان ما ازعلش منه. لا، وانا ملاحظه ان ما شاء الله السوشيال ميديا فيه تفاعل مع الطلبه وحب ما شاء الله عليكم. الحمد لله، وانا فخوره اني قاعده وسطي. الله يخليك، الله يخليك. استاذ محمد، الاكاديميه عندك مراحل؟ الاكاديميه عندنا ابتدائي واعدادي وثانوي. بنهتم بكل مرحله طبعا في التفاوت العمري ما بينهم، بحيث ان بندي لكل مرحله احتياجاتها. يعني ابتدائي بتلاقي بنأسس النشء ان هو يكون كويس في القرايه، في الكتابه، الكلام ده. كل مرحله وليها يعني احتياجاتها. ايه المميز عندك يعني؟ يعني لما حاجات انا كتير عايزه يعني. انا كولي امر اجي للاكاديميه عندك؟ يعني بنهتم بالطالب، متابعه دوريه، في امتحانات بشكل دوري احنا كاداره يعني بنراعيها مع المدرسين. امتحانات كتير. امتحانات عندنا يعني طلبه بتعاني من قصه الامتحانات، بس هو ما بيشوف النتيجه في الاخر زي ما حضرتك شفتي على السوشيال ميديا. بينسى كل التعب. استنى عشان منبهره باللي انت عامله والله. هو بينسى كل الصعوبات بتاعت الامتحانات دي،
لان احنا بنتابع مع ولي الامر. ايوه كمان عندي في الاكاديميه الاسعار، يعني انا الاسعار دي انا بهتم بيها جدا. في ظل الغلاء او الكلام ده احنا بنحاول ما نكونش عبء اكبر على ولي الامر. فاحنا عاملين يعني مراعاه لاولياء الامور وكده، مبادرات كتير عملناها، التعليم للجميع، عملنا مبادرات كتير. الايتام يعني ما شاء الله مفيش فلوس خالص. التوأم بنتحاسب بسعر طالب واحد. اي اتنين مثلا مرحلة عمرية مختلفة، يعني اخين واحد في ابتدائي واحد في اعدادي، بيكون ليهم خصم مثلا 30% كده يعني. فاحنا بنراعي ولي الامر في حتة الاسعار كمان. يعني المعلم بتختاره ازاي عندك؟ معلش عشان انا ببقى دي يعني المعلم انا دقيق جدا في في حتة اختيار المدرس. يكون يعني بخلاف ان هو شاطر او كده، بس يكون ليه حضور كمان مع الطلبة. ايه الفايدة انه مثلا يكون مدرس شاطر بس مؤذي للطالب نفسيا، مؤذي للطالب معنويا، مش بيحفزه، مش لان هو الموضوع كله مكمل لبعضه. بس يعني انت دلوقتي عايز تقولي ان حضرتك بتتعامل مع في الأكاديمية معلمين أولياء أمور طلب. أولياء الأمور أخبارهم إيه؟ تمام. كلمنا عنهم. أكيد بتبقى في عندهم دايما طول الوقت الصراع اللي هو بين المدرس والمعلم، واللي هو ابني ما جابش مش عارفة درجة، دايما بيهتموا هما بالدرجات. نقول ولي الأمر في الحتة يعني دي إزاي، أو بتعمل معاهم إزاي يعني؟ الحمد لله عندنا كفاءات كتير، أمثلة مستر خالد دياب وخلافه، إن هما بيقدروا يوصلوا للطالب الدرجات النهائية. يعني ما شاء الله مستر خالد جايب 14 سؤال من أصل 30 في المرحلة الإعدادية في المراجعة بتاعته بس. فإحنا بنكون حريصين على اختيار المدرس إن هو يكون مرضي لجميع الأطراف، لولي الامر وللطالب، بحيث ان هو يساعده على تنميه مهاراته، تنميه احتياجاته، ذكائه، الكلام ده. استاذ خالد، ايه الصعوبات اللي بتقابلك في التدريس؟ الصعوبات اللي بتقابلني في التدريس هي بتختلف من طالب للتاني. يعني مثلا بتلاقي مثلا طالب في استهتار مثلا، اللي هو مش عايز يذاكر. انت تبدا تحفزه واحده واحده، انت ازاي اخليه يذاكر، ازاي اخليه يحب الحصه بتاعتي. دي من اهم الصعوبات. من اهم الصعوبات اللي بتواجهنا كمدرسين بشكل عام قصه السوشيال ميديا. الطالب بيهتم بالتليفون جدا، بيهتم بالسوشيال ميديا جدا. بس مع ان دلوقتي هي بقت حياتهم كلها على السوشيال، والمناهج كمان السامي التابلت والحاجات دي. طبعا هو احنا وحتى في الكيندر جاردن برضو يعني بدا. طب ازاي احنا بقى هنمنع ولا هنعمل ايه؟ كلمنا. هو السوشيال ميديا ليها دايما مزايا وعيوب. المزايا بتاعت السوشيال ميديا ان انت تقدر تستفيد منها. احنا بدانا نستغل النقطه دي من قصه اللي هو التابلت وقصه النظام الجديد للجزء السنوي وكده. برضه بدأنا نستغل الجزء دوت ان احنا ننزل المراجعات بتاعتنا على النت، بحيث ان الطالب انت ماسك التليفون هتلاقي الجزء اللي هو التربوي والجزء التعليمي اللي انت عايزه. زي مثلا كان عندي لا منصه هنذاكر اونلاين، من المنصات المهمه جدا. موجوده معانا المنصه، طبعا منصه مهمه جدا ان شاء الله. كانت بتساعد على الجزئيه ديت، بتوفر ان انت توصل التعليم عن طريق الاونلاين. شغل بيبقى على اليوتيوب كمان. فبيبقى بالنسبه لي ان انا اقدر اوصل للطالب في كل حاجه. حتى السوشيال ميديا قدرت استغلها، ابعد عن عيوبها، اتجه للمزايا المميزات بتاعتها. ده بيبقى افضل بالنسبه لنا، بنستغله احسن. طيب اخدك لحضرتك دلوقتي المنصات والتكنولوجيا، تمام. هتيجي بعض الامهات، انت بتقدم خدمه بقى للناس اللي هي ما بتقدرش يعني بالظبط تروح اماكن عاليه قوي او كده. بتتعامل ازاي مع يعني ولي الامر في حته التكنولوجيا؟ هل يعني بتدربه؟ هل هل انت بتتعامل مع الولاد؟ اتفضل. بيكون في توعيه دايما لولي الامر، زي بنقول له مثلا، بنوجهه ان هو يفضل ولا اولاده يهتم بيهم، يتابع هو الولد بيمسك ايه، بيفتح ايه. طب تيجي النهارده وام تقول لك انا مستر مش عارفه في النت، هت...
تعمل ايه؟ مش عارفة في النت. مش عارفة يعني انا مش عارفة واكب ابني في موضوع ان هو يباشر. انتوا بتساعدوه؟ احنا بنتابع. انتوا اللي بتتابع؟ احنا بنتابع. حتى يعني احنا ما بنسيبش الطالب في بيته. أيوة. احنا بنتابع دايما مع الطلبة في جروبات بتبقى على الواتساب، بنبعت له المراجعات بتاعته، بنبعت له الشغل بتاعت المواد بتاعته. حتى الكلام ده ولي الامر لازم كمان يشوفه، يعني ان هو احنا بنهتم بكل بادق التفاصيل في التعليم، بحيث ان احنا نوصل الطالب انت داخل الامتحان انت ما عندكش رهبه، انت اتدربت قبل كده على كذا امتحان، فانت داخل تجيب الدرجات النهائيه. يعني بتدرب اولياء الامور، ودي حاجه كويسه جدا. يعني انا بشوف عندك على البيج حاجات شغل ما شاء الله جميل. الحمد لله. استاذ خالد، بالنسبة للذكاء الاصطناعي في مادة الدراسات أضاف لي كتير، حضرتك تكلمنا عن الجزء ده؟ أكيد طبعا، احنا بنستخدم الجزء ده بتاع الذكاء الاصطناعي ان احنا نقدر نصيغ الدرس نفسه في جزئية الذكاء الاصطناعي. طبعا دوت كان بيحفزنا فيه مستر محمد في الأكاديمية بتاعت المختار، ان في عندنا مثلا سمارت شو ان احنا بنشتغل عليها، عندها ساوند سيستم كامل ان احنا بنقدر نشتغل عليه برضو. كل دوت بيحفز مع الطالب، والطالب لما بيلاقي الجزئيه ديت النظره اللي هو يعني دايما الرؤيه او الذكاء النظري اللي هو بالبصر بيبقى مفيد ليه اكتر من السمع وخلاص. فاحنا بنبدا نستغل ده، احنا لازم نواكب التكنولوجيا، بس بناخد المزايا بتاعتها مش بناخد العيوب. طيب بالنسبه للمعلم محتاج ايه عشان يواكب المناهج الجديده؟ هل حضرتك يعني انت حضرتك يعني انا فهمته ان ما بتحفظ او ولا اي حاجه؟ بس هستأذنك معانا مكالمه. تفضل. تمام. الو الو الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهو مفاجاه، والده استاذ محمد مختار. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. ميرسي لذوقك يا حبيبتي. اتفضلي، ايه اخبار الاستاذ مع حضرتك؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب ويحفظه يا رب. حضرتك حابه تقولي له ايه؟ اتفضلي. انا حابه اقول له والله شكرا جدا على المجهود اللي هو بيعمله مع الولاد وعلى الشغل السنتر، بجد بيبذلوا مجهود جامد جدا جدا جدا، ربنا يعينه يا رب ويقويه على اللي هو فيه يا رب. يعني ما فيش حاجة ما بيعملوهاش إذا كان مع الولاد أو إذا كان مع أولياء الأمور، يعني حتى لو أي بروبلم صغير هم يعني بيجتهدوا إن هم يحلوه. يعني إذا كان في مساعدة طالب أو إذا كان في مشكلة عند ولي أمر أو إذا كان في حتى مشكلة مادية مع أي طالب أو ولي أمر موجود، بصراحة إذا كان السنتر بتاعه أو هو أو كل الاستاف اللي شغال معاه صراحة كلهم متعاونين في حاجة زي كده، فربنا يديه الصحة يا رب والعافية ويبارك له يا رب. اللهم امين. يعني طب عايزة اسأل حضرتك سؤال، بالنسبة للأمهات يعني الأمهات وحضرتك يعني مربية فاضلة، يعني مختلفين دلوقتي عن أمهات زمان ولا ايه الفرق يعني؟ بصي، هي الام ام في كلا الاحوال وبتخاف على اولادها اذا كان زمان او دلوقتي. بس زمان يعني دلوقتي الامهات بقت واعيه اكتر، بتتابع مع اولادها اكتر، بقى في انترنت فبتدخل معاهم وبتبقى قريبه منهم اكتر غير زمان. يعني زمان الحاجات دي ما كانتش متوفره ولا متاحه ولا موجوده. بس الام كان يعني اقعد ذاكر وقدام عيني وشايفاه. دلوقتي المجال بقى اوسع، ربنا يعين امهات الايام دي بصراحه. ربنا يعينهم. اللهم امين. انا بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا على المداخله الهاتفيه الجميله دي، والده استاذ محمد مختار تابعينا عبر البرنامج. يعني تعقيبك على المكالمه. والله يعني انا بشكرها جدا، وانا لولاها ما كنتش وصلت لاي حاجه في اللي انا حققته، وهي سند وداعم كبير ليا، والحمد لله يعني كانت معايا في كل خطوه، وربنا يخليها لي. اللهم امين. الله يخليك. الامهات الجيل ده، بما ان احنا بقى يعني قلت حضرتك محتاجين ايه يعني؟ يعني تهتم بتفاصيل اولادها، تتابعه بشكل دايم. نرجع بقى يعني الامهات
اللي حته المتابعه بشكل دايم مع الولد، الاهتمام بدرجاته. بنشوف حاجات كتير زي الولد بيخاف يروح بنتيجته البيت. لا يعني احنا عايزين نكسر الحته دي، ان انت ما تخافش. انت مثلا جبت درجه وحشه، لا في احسن من كده، في حافز. صحيح، يعني مش دايما يبقى كل تركيزهم على حته انه يطلع بقى يا ايه يبقى دكتور يا ظابط. الموضوع في الزمن ده انتهى تقريبا خالص. الام دايما داعم. دايما الام بتكون في ظهر اولادها. الام دايما مهما كبرت هي بتشوفك انت ابنها لسه الصغير. برضه والدتي ربنا يبارك فيها رب، يعني حي كل كان ليها الموضوع ده على الهواء مباشره. ده حقيقي طبعا، لغايه دلوقتي داعم تسندك وواقفه في ظهرك دايما. ده دعم كبير جدا. سواء انت بقى سنك كبير سنك صغير، ليها احترامها، هي بتخاف عليك ايا كان. وسائل عقاب لطفل او ايا كان، هي بتخاف دايما عليك. كان زمان كان في بيقولوا ايه المقصوصه، عارف المقصوصه دي؟ الام مثلا تمسك الاسلحه بتاعتها بتاعت زمان، عارفها دي، وتروح رامي. دلوقتي ما الموضوع ده بقى ايه بالنسبه كمعلم او كاولياء امور؟ الموضوع بيبقى فيه يعني درجه للصداقه اكبر شويه. طبعا لان لو بدا ان القصه كلها عقاب بس، هيبدا الطالب يخبي او الطفل هيبدا يخبي عن والدته اي حاجه بتحصل. لا دلوقتي الموضوع اختلف، لان بداوا يبقوا في صحوبيه اكتر. عشان يبدا ان هو يقول كل حاجه بكل شفافيه، يعني ما يبقاش اي غلط لا لازم يقوله، ما ينفعش يخبي ان هو هيتورط بعد كده. فاحنا بنساعد الاولياء الامور في النقطه دي، التربيه بالحب. يعني انا بقول للساده المشاهدين، المعلمين اساتذه معانا اهو، خلاص انتهى طرق التربيه القديمه. دلوقتي الاولاد محتاجين مصاحبه، محتاجين حب، محتاجين كمان فكر. يعني ايه؟ يعني نتعلم لهم، محتاجين ان احنا نقرا لهم كام كتاب عشان نبدا نعلمهم زي كذا. في كذا كتاب ممكن، اللي هو لغات الحب الخمس نتعامل بيها مع الاطفال. معانا استاذه فرح من اسكندريه، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. استاذه فرح احد طلاب اكاديميه استاذ محمد مختار، اتفضلي. طيب الاتصال قطع وهنرجع لك تاني، اتصلي بينا تاني يا فرح. فبس فالامهات محتاجين ايه بقى؟ بشوف ان الامهات احنا كمؤسسات تربويه لابد ان الام تخش في ورش قبل النهارده ما نطلع نعلم ولادنا. لا، الام لازم تخش في ورش كتيره جدا، تتدرب على حاجات كتيره جدا مع الاساتذه عشان تواكب المناهج الجديده. دي حاجة زي ما المستر قال أستاذ خالد، السوشيال ميديا، وإن كل الأمهات للأسف قاعدين على النت، والولاد كمان قاعدين على النت. فبقت دي بقى سلبية كبيرة، إن هم برضو يعني مش عملت فجوة وبقوا يذاكروا في الآخر. فإحنا برضو لازم نتخطى المراحل دي. معانا أستاذة فرح، أهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اتفضلي. ألو. اهلا وسهلا بيكي في برنامج فكر صح، اتفضلي. ايوه مع حضرتك استاذه فرح، اهلا وسهلا، سامعاكي، اتفضلي. اهلا مع انتي، بس وطي التلفزيون وكلميني. تمام. انا اتفضلي. انا مع حضرتك بحب اشكر قوي مستر خالد دياب على مجهوداته معانا. لا فضل. وبحب اشكره على ورقه وامتحاناته المستمره، وحقيقه دايما الوعي اللي بيعملونا كل حصه، والحب اللي بيديهولنا كل حصه، دايما بيبقى فيه مراجعات شامله. واحنا متفوقين دايما بفضله معانا، ودايما بامتحاناته الشامله اللي بتخلينا ما ننساش المنهج من الاول. دايما بيبقى فيه طبعا درجات كتيره بنقع فيها، بس هو بيقولنا دايما ان ما يعني دايما بيقول لنا ان مفيش درجات وحشه، هتبقى دايما هنعلى بالدرجات، وبيدعمنا اكتر ويدينا وعي اكتر. ما شاء الله. ودي اكتر حاجه بتخلينا نرتبط بشخصيته اكتر واكتر، وبالماده كمان. يعني انا مثلا كنت بحب الدراسات خالص. استني خليكي معانا استاذ خالد، رد عليها كده، تسلم عليه. ربنا يخليكي. الامتحانات دي طبعا بتوصل في الاخر للنتيجه المطلوبه. اتفضلي يا استاذه فرح، معانا
حضرتك معانا اتفضلي. ما هو انا عشان كده طبعا مربوطين بحضرتك. الاول كنا بنقول ان احنا ما بنحبش الامتحانات دي، وعمرنا ما كنا يعني دايما كنا بنقول ان هي وحشه، واحنا بنحس بيأس لما بنغلط فيها. لكن بعد كده حضرتك دعمتنا ياما ان هي برضو حلوه وكويسه، وفعلا حسينا بده لما جبنا درجات كبيره في نهايه الترم ونهايه السنه. استاذه وفضل فرح طبعا الجميله، لحضرتك. انا بحييكي، واكيد انا فخوره انك موجوده معانا، وفخوره ان عندك شخصيه جميله، وهستناكي اشوف مواهبك معانا هنا في البرنامج ان شاء الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا ان انت دخلتي معانا. فطبعا انا هشوف الفيديو دلوقتي الجميل اللي بيقولوا على التوقعات، ان انت توقعت كم سؤال وجم. الحمد لله. طب خلينا نتفرج على الفيديو، اتفضلوا شباب، وبعدين ناخد تعقيب. الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، السؤال ده من الأسئلة المهمة جدا. خلي بالك من السؤال دوت، سؤال مهم، سؤال خطير بنسبة كبيرة، ممكن نشوفه بعد كده في الامتحان إن شاء الله. يقول لي إيه؟ بما تفسر ليه بتختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم؟ ليه؟ أقول لك، وذلك بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية اللي بيكون بيها سكان كل دولة. أدي نقطة. يعني من الآخر كده، إن مش كل الناس بتشتغل نفس الشغلة بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية اللي بيعمل فيها السكان في كل دولة. تاني حاجة، دخل السكان، إحنا مش كلنا بنقبض زي بعض. فيبدأ يقول لك هنا إيه؟ تنوع أنشطة اقتصادية، تنوع دخل السكان. يبقى هنا بيجي يسألني بما تفسر ليه بتختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. الإجابة بتاعتي إجابة واضحة. رجعنا لكم تاني، تعقيبك على الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه. والله هو توفيق من عند ربنا، يعني ما شاء الله. هو كان في اسئله كده بتبقى اسئله زي خبايا في المنهج. طبعا مع الخبره المتراكمه للشغل انت بتقدر توصل للاسئله غير مباشره. ده سؤال من الاسئله المهمه قوي في المنهج، كنا توقعناه بفضل الله، يعني ان السؤال ده ان شاء الله هيجي في الامتحان، وفعلا جه في الامتحان بالنص. طب ازاي المدرس يتوقع يعني؟ بص، في الاول خالص هو توفيق ربنا، توفيق من عند ربنا. بتبقى خبره كبيره، انت شغال فتره كبيره، بتقدر تفهم ازاي الموجه بتاع المحافظه ديت هيتوقع ايه، او هيبدا ان هو بيفكر ازاي. فتبدا تحط نفسك مكان الموجه ده. طب انا الحته دي حته مهمه، حته شائكه، حته بين السطور مش هقدر اوصل لها. لا احنا توقعت 13 سؤال ولا كام سؤال؟ 14 سؤال. الحمد لله. والله ده امتحان. طب ده انتوا الطلاب الاكاديميه كلها بتتصل ولا ايه؟ مستر اهلا وسهلا بيكي يا مريم، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا بيكي في برنامج فكر صح، اتفضلي. انا بصراحه انا مبسوطه قوي باكاديميه المختار، وبصراحه يعني اكتر بس سنتر يا حبيبه قلبي حقيقي مرتاحه فيه. استاذنك يا حبيبه قلبي، مدرسينه كلها. استاذنك بس نوطي التلفزيون ونتكلم من الفون، اوكي؟ اتفضلي. ايوه سامعيني كده؟ طلبك كتير، اتفضلي. يلا اتفضلي يا روحي. بصراحه انا مبسوطه قوي في سنتر المختار، وبصراحه مجهود مستر محمد مختار معانا يعني فوق الممتاز، ومش عارفه والله اشكره على ايه ولا ايه. انا بصراحه جيت اصلا في نص الترم، بس المدرسين اللي هناك وباكج المدرسين كلها حقيقي قدروا يلموا لي درجاتي كلها، ودرجاتي دي بفضلهم بصراحه. ربنا يخليك يا مريم. يعني عايز تقولها على وجه لها كلمه؟ هي عشان شاطره كمان ومجتهده، ويعني هو التطبيق على طول، ان انت تروح بعد الدرس تطبق اللي انت خدته، المعلومه هتثبت في دماغك. يعني عايزه تقولي حاجه يا استاذه مريم هنا في البرنامج هنا؟ طبعا انا عايزه اشكر مستر مختار جدا للي هو بيعمله معانا، وان هو كمان قبل انه مستر بصراحه هو مش هقول بابا، لا هو اخويا الكبير فعلا. والله انا فخوره بالحاله دي، وفخوره كمان ان الاساتذه اللي قاعده قدامي شباب يعني، وهو ده يعني مش عارفه، دايما المدرس بيصوروه ان هو حد مسك عصايا وعمال انتهى العصر ده، صح؟ استنى بس اسالها السؤال ده، بتتدربي ولا ايه النظام؟ لا مفيش بصراحة كده خالص، بالعكس ده يعني احنا لما في مدرس بنحس ان هو في حاجة فينا مش مريحية، لما بنطلع نقول لمستر مختار بصراحة الحاجة دي بتتحل في وقتها. وبصراحة يعني ما ندمتش 1% اني دخلت سنتر مختار ده. ماشي يا حبيبة قلبي، انا بشكرك، وتابعينا يعني عبر البرنامج، وخلينا نروح نتفرج على الأكاديمية، اتفضلوا. Thank you.
تعقيبك على الجمال ده؟ والله يعني احنا على طول بنسعى لتطوير المكان يعني، كمان ده يعني الفيديو ده بعديه كمان احنا دخلنا مدينة السبورة دي للاخر هنشوفها كمان شويه، عملناها يعني عملنا وراها في سمارت بورد وكده، احنا بنهتم دايما بتطوير المكان. معلش يعني سمارت بورد دي بس بعض الناس مش فاهمه يعني ايه السمارت هي الشاشه اللي بتبقى موجوده دايما بالقلم، بتكتب بالقلم بيبقى فيها جواها الابلكيشن او المنصات اللي انتوا بتستخدموها اللي هي التعليم الجديد بتاعهم. بالظبط، وسائل التعليم الحديثه، عشان كده احنا دايما بنواكب العصر، كل حاجه بتتطور، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنوفر مناخ جميل يعني. ان انت عندك حلم وحققته يعني، انا برضو بقول لكل شاب قدامي النهارده ما تقعدش مستني الوظيفه اللي هي هتجيلك والتعيين والمسابقات مش عارفه ايه، فكر اخرج اوت اوف ذا بوكس يعني. يعني اهو يعني نماذج جميله قدامنا، انا بحييكوا جدا والله. يعني معانا مكالمه صح كده، مداخله هاتفيه. مستر احمد ديب، اهلا وسهلا بك، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك وعليكم السلام حياتي. اهلا وسهلا بحضرتك، تشرفتني ونورتني برنامج فكر صح. الكرام بتوع برنامجك. اتفضل اتفضل. مبدئيا انا متصل عشان اشكر زملائي استاذ محمد مختار. حضرتك استاذ ايه بالظبط؟ والاستاذ خالد دياب طبعا قيصر، ده غني عن التعريف. وبجد اي كلمه هقولها في حقه يعني هتبقى شهادتي مجروحه الصراحه، لان على الجانب الشخصي وعلى الجانب العملي مستر خالد من اكتر الشخصيات المحترمه اللي الواحد يتعامل معاها، سواء هو فعلا ما شاء الله عليه حد جميل. ما شاء الله عليه. نعم يا فندم. هو ما شاء الله عليه حد جميل يعني، حد بيحب اللي بيعمله بصراحه يعني. لا مستر خالد بجد يعني ربنا ينفع الناس بعلمه. من الشخصيات المحترمه جدا على الجانب العملي والجانب الشخصي. وبجد يعني يعتبر مثال وقدوه لطلابه الصراحه الحق يتقال. ومش عايز اقول لحضرتك كم يعني الكلام الحلو اللي الواحد بيسمعه عنه، سواء من اولياء الامور او من الطلبه او حتى على الجانب الشخصي، لان طبعا مستر خالد ومستر محمد من الناس اللي الواحد يعني بيتشرف ان هو بيتعامل معاهم من زمان جدا. وبجد يعني الواحد فرحان ان هو في ناس زيه لسه موجوده، سواء في المنظومه التعليميه او في الحياه عامه. ده غير طبعا استاذ محمد ده على الجانب الاخر، ده يعني من الشخصيات اللي انا بعتز بيها جدا، طموح ونفسه ان هو يعمل حاجه سواء لاولياء الامور او للطلبه عشان يخفف عليهم العائق اللي موجود اليومين دول. انت مجتهد، انت مجتهد وشاطر. يعني حضرتك معاكي ناس قيمه وقامه علميه الصراحه، ربنا يزدادهم في العلم استاذ ايه ويحقق لهم يعني الخير كله ان شاء الله. حضرتك مدرس ماده العلوم صح كده؟ نعم يا فندم. استاذ مدرس ماده العلوم صح؟ انا استاذ احمد الديب يا فندم. تخصصك علوم صح؟ علوم وكيمياء ان شاء الله. علوم وكيمياء. طيب كلمني عن الماده دي شويه، يعني ايه الصعوبات اللي بتقابلك؟ بص حضرتك، هو بالنسبه لمادتنا احنا يعني هي الماده يمكن اخذت سمعه ان هي ماده صعبه شويه وشديده وكده، بس هي بالعكس والله، هي لو الطلبه اتعاملت معاها ان هي زي حدوته كده او عايزه تفهم بيها اساس الدنيا ماشيه ازاي. والله انا بقترح ان احنا نعمل شرح اونلاين على الهواء. شرفتني ونورتني واسعدتني يا مستر، بشكرك. يعني حضرتك ممكن تتابعنا يعني من خلال التلفزيون. تعقيب على والله هو مستر يعني ديب شاطر جدا ومجتهد وبرده متطور، وعلى فكره في المنصه مع المستر، مع المنصه في نفس المنصه. جميل. وبرضه بيحاول دايما ان هو يطور شغله، وهو ما شاء الله عليه يعني شغله برضه على ارض الواقع يعني، اولاد كتير جدا مقفله معاه وسمعته طيبه جدا يعني. بتعملوا ورش تعليميه الناس تتعلم، المدرسين اللي طالعين بقى صغيرين ازاي يشتغلوا على المنصه والحاجات دي، بتساعدوا يعني الاساتذه ولا؟ لازم. القصه كلها ان هو اجيال بتسلم بعض. يعني زي مثلا من المدرسين بتوعي هم جم سلموني بعد كده الرأي ان انا ازاي اشتغل وكده، فانت لازم برضو تساعد الناس اللي هم الشباب لسه طالع برضو لسه متخرج من الكليه.
ازاي تقدر تقف قدام طالب. ما يختصرش العلم بتاعك على المنهج بس. جميل. انت لازم يكون عندك تكون ملم بالمعلومات بشكل اكبر، لان الطالب دلوقتي بيسال، فما ينفعش ان انا اقف قدام الطالب ما اكونش عارف اجاوب. انا لازم يكون عندي ثقافه عامه. لا دلوقتي عن كمان الطلبه بقى مخهم كبير. طبعا حلو قوي اللي حضرتك قلته، ان انت ما ينفعش تكون مقتصر على منهج. هو معلم، هو معلم. فلازم يبقى عارف في امور الحياه بشكل عام. وهو اللي عاجبني ان التخصص، ان ده تخصص متخصص، وانا دايما بحب الناس المتخصصه. بالظبط. يعني المعلم المتخصص بيريح كتير. اكيد. انا بشكرك على 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 كل اللي بتبذله مع الولاد، وما شاء الله على حب الولاد ليكم. الحمد لله. وانا بشكرك انك برضو يعني ربنا يخلي حضرتك، يعني الولاد عندك ما شاء الله. يعني انا عارفه ان حضرتك دخلت مجموعات الدعم اللي قال عليها الوزير. طب تعالي نشوف بقى الاراء الولاد. اتفضل اتفضل. الاول الثانوي احنا هنا في سنتر المختار بنقدمه هنا وسيله تعليم مختلفه. عندنا سمارت بورد، ساوند سيستم، كمان في نقطه من افضل المعلمين اللي خلونا نوصل للدرجات اللي احنا جايين. دايما لما ببقى داخله مش ببقى حاسه ان انا داخله مكان شادد او كده، لا بالعكس هنا اخواتي الكبار مستر مختار ومستر بيبو ومستر جواهر، بالعكس كلهم هنا اخواتنا الكبار، وبصراحه المكان فوق الممتاز. انا يوليانا وتجربتي مع السنتر كانت جميله قوي، مع اني جيت في نص الترم بس قدروا بجد يلموا لي المنهج المدرسين كلهم وجبت درجات حلوه. طالب حاتم جيت اخذت هنا الماس والمواد الادبيه وكان حلوين قوي. انا حنين ابراهيم وبجد جربت مدرسين كتير جدا مشهورين ما استريحتش معاهم قد ما استريحت مع هنا في المدرسين في سنتر المختار، وكمان في الباكج بتاعهم في مدرسين جميله جدا وبرده مشهوره، وحقيقي جبت معاهم درجات جميله جدا في الترم الاول وان شاء الله كمان في الترم الثاني. انا طالب حمزه وانا طالب لغات، والسنتر هنا مش بيقدم خدمات للعربي بس، وبيقدم خدمات للغات والعربي كمان. انا رينات وانا في سنتر المختار، كنت مش من ثانوي، لا انا من قبل ثانوي، والمدرسين حلوين قوي وحتى المعامله معانا كانت كويسه، وحتى في رمضان كنا بنيجي وبنقعد، وبحس ان انا كل ما اجي سنتر المختار دي عيلتي الثانيه. بس ورجعنا لكم بعد التقرير الجميل ده عن الطلبة، يعني ما شاء الله يعني بيحبوكم جدا، وعشان كده برنامج فكر صح بيقدم لكم جائزة أفضل معلمين مؤثرين. يعني 2023-2024 تستحقوها. ناخدكم بقى للحياة شوية، صح كده، الجانب الإنساني شوية. نشاطاتك ايه؟ هوايتك ايه؟ بتحب تعمل ايه غير التدريس؟ هو التدريس بيبقى في الجزء اللي هو كشغل بيبقى واخد الحياه بشكل عام. انت على طول متوتر، اعصابك مركز مع العيال دايما، صبح وبالليل دايما انت واهب حياتك ليهم. بالجزء دوت اللي هو الجزء الثاني ممكن تشوف بقى بعض النشاطات في الصيف بقى تبدا تطلع على حالات شويه، ممكن مثلا نلعب كوره مثلا، معاهم برضو رحلات معاهم، نلعب كوره مع بعض. دوت يعني ده الجزء اللي بيخليك تقرب من الطالب اكتر. انا احب استغل الحته دي. يعني ممكن العب مع الطلبه كوره عادي، السباحه، الحاجات دي. دورات كوره يعني داخلين على رمضان اهو، كل سنه حضرتك طيبه. حضرتك طيب. رمضان بيبقى حجز كوره معروفه عند الولاد. والله. طب والبنات بقى؟ البنات بنتجمع زي ما هم قالوا كده، بنتجمع كذا يوم في السنتر، بنعمله افطار جماعي للطلبه عندنا. يعني الطلبه عندنا بيحس، يعني اي طالب بيحس ان هو داخل بيته، مش داخل مكان للتعليم بيقضي غرض ساعتين ثلاثه ويمشي. لا، انت داخل بيتك فعلا، بتتعامل كانك في بيتك، بنفطر كمان مع بعض، فعلاقتنا بالطلبه يعني ما يعني هواياتكم مع الطلبه سيف شتا طب اي يعني حاجه تانية. طيب انا هواياتي كوره مثلا. كوره. كوره. اهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ اهلاوي. اهلاوي. اهلاوي برضه. يا نهار ابيض، ده الاستوديو كله اهلي النهارده. فبتحبوا بقى تلعبوا كوره؟ بس ممكن سباحه كمان، حاجات زي السباحه. اهم حاجه ان انا دايما انشط نفسي، سواء ذهنيا جسديا لازم تنشط نفسك. الرياضه بشكل دايماً. عام يعني الرياضه زي ما بيقولوا كده غذاء للروح وغذاء للعقل. دايما بشكل لازم تهتم بلياقتك، تهتم بفورمتك، الكلام ده يعني بتعلي كمان
بتديك نشاط، بتديك حيوية، بتساعدك انت تركز اكتر كده. ده كورة. ده كورة. طيب بتتفرجوا على ايه في التلفزيون مثلا؟ يعني بتحبوا القديم جديد؟ حب افهم الاذواق. القديم دايما بيبقى حلو. بنحب القديم يعني حاجات اللي هي فترة التسعينات التمانينات ده كده الفترة دي. بالنسبة لي ده قديم. احنا بنحب الجزئية دي. يعني برضو الاغاني القديم الحاجات دي كلها بتبقى حاجات افضل بالنسبة لي. انا بفضل الجزئية القديمة شوية. انا بالنسبة لي بحب الاجنبي اكتر، يعني بتابع افلام اجنبي، الصناعة اللي بيقدموها، الشو. اتمنى طبعا يعني احنا نوصل للكلام ده. عندهم سي جي ار، عندهم استوديوهات بتساعدهم ان هم انت قاعد في مكانك كانك يعني. هقول لك حاجه في النقطه دي، الافلام جسدت المعلم ده فيه 24 فيلم. يعني من ضمنهم فيلم نازل جديد لبروس ويلز، عامل فيه ايه؟ ان هو معلم بيقود حرب وعشان يحرر مش عارفه ايه، وبعدين تعرض للاختلاط عشان اتسرقت الامتحانات من الطلبه. فيلم جميل جدا نازل. فكمان هم هناك يعني تجديد المدرس شخصيه القائد. يعني بصراحه شابوليهم في الحته دي. يعني برضو في فيلم كنت بتفرج عليه الفتره الاخيره، الافلام اللي هي زي صعوبات التعلم اللي يعني بتناقش اللي هو الافلام الهنديه اللي بتتكلم ازاي المعلم ممكن يكون بيأدي رساله انه يقوم طالب مثلا يعني ذوي همم او ذوي اراده، ان ازاي هو ممكن يصنع منه بطل. فالافلام الاجنبيه جسدت المعلمين انهم بيقدموا فعلا رساله. يعني هنا شويه احنا محتاجين الحاجات دي اكتر شويتين ثلاثه. المعلم بيقود مجتمع. المعلم بصفة عامة بيقود مجتمع. ان يعني انا كل المهن طالعة من تحت ايد المعلم. تمام. فلو المعلم فعلا وصل الرسالة مظبوطة يبقى المجتمع احسن بكتير. فهو ده هم بيشوفوه، بيجسدوا الجزئية دي. بيهتموا بالتعليم بشكل اكبر، يعني في دول الغرب او كده بيهتموا بالجانب التعليمي لان هو ده الاساس يعني. طيب معايير اختيار الطلبة، معلش الجزء ده شوية عشان احنا برضو هنا نتبنى ذوي الارادة وذوي الهمة. تمام. يعني بشوف احيانا ان احنا في بعض المؤسسات لا احنا بنختار الولاد اللي هو ايه البرفكت في كل حاجه والتانيين ما لا بالعكس للاسف يعني بالعكس مش بشوف فكره الانتجريشن او الدمج ليهم موجود. انتوا بتتعاملوا ازاي مع الفئه احنا دي؟ عندنا في الفئه دي موجوده في السنتر وموجوده عند مستر خالد. انت برضو بتحاول انت ما تحسسوش بشيء مختلف او انت مختلف في اي حاجه. الامتحانات كمان بتاعتهم بتيجي اسهل من الامتحانات العاديه للطلبه. ف يعني انت دايما بتحفزه، بتخليه يحب اكتر ان هو يتعلم، بتخليه يحب اكتر، بتدي له تكريمات، بتدي له شهادات تقدير، بتخلق له حافز ان هو يبقى عنده رؤية اكبر وان هو يساعده ان هو يكون احسن. كلام حلو بس ناخد المعلم معانا. طيب مادة الدراسات. تمام. قاعد معاك طالب نقول عليهم عنده توحد او اوتيستيك او صعوبات تعلم. تمام. تتعامل معاه ازاي؟ الطالب ده بيبقى حالة حساسة شوية. يعني ما بيبدأش ان انت تتعامل معاه زيه زي الطالب اللي هو الاسوياء العاديين. لا انت بتتعامل معاه مش قصه بحذر، ان انت بتكون مقرب ليه اكتر شويه. دايما الناس دي احسن ناس في الدنيا، اطيب قلب في الدنيا الناس دي فعلا. فان هو يثق فيك الثقه الكامله اللي يخليك تقدر تقرب منه. ده بيبقى مجهود كبير قوي. تبدا ان انت بقى تستغل ان انت قربت منه وتبدا ان انت توصل له المنهج بالطريقة السلسة البسيطة. زي ما قال مستر محمد بيبقى ليهم امتحانات مختلفة عن الامتحانات العادية. يعني الامتحان بتاعه مثلا بيبقى اختار او صح وغلط، مفيش بقى قصة بما تفسر وما النتائج والكلام اللي الطلبة بتخاف منه. انت ما شاء الله عليك بتستخدم الاشياء الحديثة. وجميل يعني احنا بقى يعني نتفرج على الصور اللي عندك على الهواء. ده من منصة هنذاكر اونلاين. كلمني عن المنصة دي. منصة
يعني فريق عمل فيها عمل مجهود كبير جدا معنا. يعني المنصة دي ان الفيديو يطلع بالمنظر ده ده ناس كتير جدا اشتغلت، ناس كتير اللي سواء اللي بيعد باور بوينت او بيكتب وورد او وتصوير ومونتاج، يعني قصة كبيرة، فريق عمل كبير ورا الجزئية دي، يعني مجهود كبير ما شاء طبعا الله بهدلهم عليك. نجاح ده كله يعني النجاح ده الحمد لله فضل من ربنا، والناس دي وقفت معايا كتير فالحمد لله هم السبب. الجزء بتاع الفيديو مراجعة ان هو يوصل لعدد كبير من المحافظات الحمد لله كان هم ليهم فضل بعد ربنا يعني في الموضوع ده. ده من ميزات التكنولوجيا عليك طبعا، بس هي الفكرة عايزة معلمين زيكم متخصصة واعية انها تقدر انها تستغل الكلام ده طبعا طبعا. فيعني انا فخوره جدا بيك ان حضرتك يعني ما شاء الله عليك بتحب مهنتك، ولو ما كنتش بتحب مهنتك يعني استحاله عمرك ما هتوصل للجمال ده، او الولاد كمان حتى هم هيوصلوا لكم. صح يعني استاذ استاذي الجميل اشكرك، ازاي انك شرفتني ولا نورتني والله يعني استاذ محمد مختار صاحب الاكاديميه المختار، ربنا يخليك. استاذ خالد دياب افضل المعلمين المؤثرين لعام 2023 2024، عشان كده احنا قررنا نجيب النموذج الجميل ده معانا في البروجرام ونسلمهم الجايزه على الهواء مباشره. شرفتوني ونورتوني يعني اسعدتوني. ده يعني احنا يعني مبسوطين جدا ان احنا طلعنا مع حضرتك وفي برنامجك، لان يعني عنوان برنامجك يعتبر حاجه احنا بنقدمها فكر صح. هو اساسا تربيه وتعليم هو الهدف صح. البرنامج هنا التربيه والتعليم، فكان لازم اجيب النماذج الجميله دي واكرمها على الهوا، لان المعلم ده حاجه يا جماعه قامه كبيره. المعلم ده يا جماعه بيتعب تعب شديد جدا في ظل برضو الصعوبات اللي بتقابلهم. شرفتوني ونورتوني واسعدتوني، والف مبروك عليكم الجائزه. يعني اتمنى لقاءات عديده ان شاء الله، واتمنى بقى المره الجايه تقولنا بافكار عمليه على الهواء نقدمها باذن الله. في نهايه اللقاء بحب اشكر جمهوري الجميل، بحب اقول لكل ام وكل اب لابد ان احنا يعني نقرب من المعلمين اكتر، لابد ان احنا نشكرهم مش بس نكرم الطلبه، لا المعلم كمان لازم نكرمه، لانه هو يعني اللي بيبني الامم. وعلشان نفكر صح لازم نتعلم صح. استنونا في حلقه جديده من برنامجكم فكر صح. عايزك بس تفكر صح، لا عايزك تقلق تتوتر، ركز على نفسك تتعلم يزيد النور جواك اكتر، الصعب اكيد جواك حكمة، الرك عليك ازاي شايف، اتجرأ واغلط وتعلم، العيب انك تفضل خايف. عايزك تقلق تتوتر، ركز على نفسك تتعلم ويزيد النور جواك اكتر، الصعب اكيد جواك حكمة، الرك عليك ازاي شايف، اتجرأ واغلط وتعلم، العيب انك تفضل خايف.